مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 68، وعنوان حلقتنا إبراهيم عيسى يحذر من المذهب السلفي. العمود الفقري لأي دين هو العقيدة، والعقيدة بالمفهوم البسيط يعني بنتكلم مين هو الله اللي بتعلنه العقيدة دي. والحقيقة إن 90% من المسلمين مش بيعرفوا عقيدة، بيفكروا إن العقيدة بتتلخص في كل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وليس كمثله شيء، وهي دي العقيدة بالنسبة لهم. لكن حلقات النقل أم العقل اتخصصت بس في العقيدة علشان المسلم يعرف هو ماشي مع أي إله، إله الأشعرة ولا إله السلفية. وفي آلهة تانية كتير زي إله الصوفية وإله الشيعية وإله المعتزلة وآلهة تانية كتير، كل إله مختلف عن الآخر. 73 إله زي ما بيقول الحديث، 73 فرقة، وكل فرقة مختلفة وليها إله مختلف، وكلهم في النار ما عدا فرقة واحدة. حلقات النقل أم العقل ركزت على مين؟ على إله الأشاعرة وإله السلفيين. وأحيانا بنتكلم عن إله المعتزلة لأن أبو حسن الأشعري هو مؤسس مذهب الأشعرية، في الأصل كان معتزلي وبعدين هو اللي عمل المذهب الأشعري. وفي حلقة النهاردة هنشوف مفاجأة اتفاجئ بيها إبراهيم عيسى، إن محدش عارف مذهبه، يعني المسلم ما يعرفش عقيدته إيه. وخلينا نشوف مع بعض أول فيديو. أنا بسأل فعلا المصري، المواطن المصري، طبعا اهلا باصدقائنا واخواتنا العرب لو بيسمعونا، لكن السؤال موجه للمواطن المصري، يعني هل تعرف مذهبك؟ اصل انت مش عارفه، انت لو عارفه ما كانش 40 سنة عشناهم ولا 50 سنة عشناهم الاخرانيين دول تحت الغزو السلفي الوهابي اللي ضحك على عقول او استغفل عقولا وقلوبا او جند قلوب وعقول بدعاوى دينية هي في صميم مخاصمة العقل المصري والإسلام بمفهومه المصري، بل ومذهبك، مذهبك أنت كمصري. لما يبقى أستاذ جامعة مش عارف مذهبه، ومهندس مش عارف مذهبه، وطالب وطبيب مش عارفين مذهبهم، وسباك وسمكري، فطبيعي أن أي حد يضحك عليهم ويقدم لهم الدين كأن ما يقوله عن الدين هو الحق، بينما هو يخالف تماما المذهب الذي يعتقد المصريون المسلمون المصريون ويؤمنون به منذ مئات السنين. وزي ما شفنا هنا إبراهيم عيسى بيسأل أنتوا كمصريين عارفين مذهبكم إيه؟ وبيستغرب حتى أستاذ الجامعة، مهندس، طبيب، سمكري، يعني من مختلف المهن محدش عارف هو مذهبه إيه كمصري، وإن في حاجة اسمها غزو سلفي وهابي اللي بيستغفل عقول وقلوب وبيجند عقول لمخاصمة العقل المصري والإسلام بالمفهوم المصري، وكأن كل بلد ليها مفهوم عن الإسلام، هو خايف على المفهوم المصري للإسلام. ولأنك مش عارف مذهبك ممكن أي حد يضحك عليك، وهنا في سؤال بيطرح نفسه، ليه الشعب المصري مش بيعرف مذهبه؟ ومش الشعب المصري بس اللي ما بيعرفش مذهبه، 95% من المسلمين ما يعرفوش مذهبهم. تصوروا ان كل الاعداد دي ما تعرفش مذهبها، ما تعرفش عقيدتها، وبتقول ايه عقيدتها اللي هم يعني عطنتهم فاكرين ان هم ماشيين على الطريق الصح. خلينا نشوف في الفيديو اللي جاي المصريين مذهبهم ايه مع ابراهيم عيسى. وفي حاجه تانية في المذهب اسمها العقيده، اللي هي بقى حضرتك المذهب المعتزلة ولا الأشاعرة ولا السلفية؟ حضرتك أشعري، المصريون أشاعرة، مذهبنا الرسمي، الحكومة رسمي، الأزهر رسمي، شافعي من حيث الفقه، من حيث العقيدة أشعري. فلما يجي السلفيين في مصر بيغزوا مصر بقى. زي ما شفتوا كده إبراهيم عيسى بيشرح إن في حاجة اسمها فقه وحاجة اسمها عقيدة، وعلى فكرة الكلام ده مش موجه بس للمصريين، الكلام ده لكل المسلمين، لأن 95% من العالم الإسلامي أشعرة. وبعدين بيقول المصريون أشاعرة، والناس اللي أول مرة تتابع البرنامج هفكركم يعني إيه أشاعرة ومين هو مؤسس المذهب الأشعري، وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
هو الحقيقة في المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا عدة، بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب. وطبعا أول رؤية هو يعني لم يكاد يصدق، ثم جاءت الرؤية الثانية وأكدت عليه إلى أن خرج إلى المسجد وأعلن هذا. وزي ما شفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن في واحد اسمه أبو حسن الأشعري وكان من المعتزلة وكان معتزلي لمدة 40 سنة، والرسول راح له في المنام وقال له ابعد عن مذهب المعتزلة ده. الرسول ساب يعني كل الصحابة والتابعين وكل الناس دي يعني، وراح لواحد معتزلي 3 مرات في المنام علشان يعمل المذهب الجديد، أو زي ما بيقول شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يقاعد للمذهب الجديد. ونكمل الفيديو اللي جاي ونشوف شيخ الأزهر هيقول إيه. ولكن فجأة ألمت به حالة فكرية، اختفى أو يعني اختفى في بيته أسبوعين، ثم خرج بعد الأسبوعين وذهب إلى الجامع في البصرة وارتقى المنبر وقال كلام يعني من عرفني فقد عرفني إلى آخره. ثم بعد ذلك تحدث أني كنت على مذهب المعتزلة كذا وأنا الآن راجع عن هذا المذهب وقد استقرت الله، وقال أنا الآن أنخلع من مذهب المعتزلة، وانخلع من ثوب كان على جسده ورمى به في وجوه الناس، ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول ألمت به حالة فكرية، وأنا يعني مش عارفة هل ده يعني زي الواحد كده قعد جاله الوحي وقعد بالحالة دي أسبوعين في البيت وبعدين يعني جاله كده وحي وبعدين راح المسجد وقال أنا كنت على مذهب المعتزلة وقد استخرت الله. وطبعا غريب جدا إنه ما قالش إن الرسول جاله في المنام 3 مرات، وبعدين وهو في المسجد راح خلع صوبه ورمى بيه في وجوه الناس وقال إني أنخلع من إيه مذهب المعتزلة. يعني يا مصريين ويا أشاعرة، أنتم من أتباع هذا الرجل اللي كان أصلا معتزلي، طيب ليه بقى شيوخ الأشاعرة ساكتين ومش بيقول لحد الكلام ده؟ نشوف شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب هيقول لينا ليه محدش عارف إن عقيدته أشعرية ولا فاهم حاجة في مذهبه. ونشوف الفيديو اللي جاي مع بعض. ولكن لأنه ربما في الحلقة الماضية تحدثنا كثيرا أو أكدنا أنه الإمام الأشعري يعني يكاد يكون مجهول بالنسبة لغالبية المسلمين، فمن هنا وجب التنبيه أو سؤال فضيلتك في هذه المداخلة لكي لا يظن البعض أن كل هذه المناقشات والحلقات الفكرية فقط للتسويق أو للدعاية للإمام أبدا أبدا معاذ الله، لا أبدا أبدا يا سيدي على الإطلاق. بالعكس أنا حتى لو نزلت بمذهب الأشعري العام لا يفهمونه، فإحنا مش يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول أنا حتى لو نزلت بالمذهب الأشعري للعامة لا يفهموني. وأنا بسأل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هل العقيدة الأشعرية غير مفهومة؟ يعني صعبة؟ وليه دايماً بيفترض الغباء في عامة المسلمين؟ وأنا بعتذر يعني، بس ده كلام شيخ الأزهر بيقول لكم أنتم مش هتفهموا. يعني إيه عقيدتي ما أكونش فاهمها والشيوخ كده مكتمة عليها ونقول في برنامج عادي كده اصل انا لو نزلت بالمذهب الاشعري العامه لا يفهمونه؟ لكن ابراهيم عيسى ليه راي تاني، ليه الشيخ مش بيقول للمسلم انه اشعري وليه مش بيفهمه عقيدته؟ خلينا نشوف راي ابراهيم عيسى ليه الشيخ مكتمه على العقيده الاشعريه. فما زالوش جهد انهم يشرحوا للمصريين هو احنا ليه ضد الوهابيه وليه المذهب السلفي مش بتاعنا وليه المذهب السلفي يودي للارهاب والتطرف فعلا حتما. ليه ما شرحتوش ليه للناس؟ لأن خفتوا، أو قطاع كبير منهم خاف، وقطاع منهم اشترى، تم شراؤه، شراؤه بقى بالعاطفة، شراؤه بقى بالإعارات، شراؤه بقى بالانتدابات، شراؤه بقى. فضعف الصوت المدافع عن أشعرية مصر وعن مذهب مصر، وصارت مصر نهبا للسلفيين. وزي ما شفنا إبراهيم عيسى بيقول إن الشيوخ تم شراؤهم سواء بالعاطفة أو بالإعارات أو الانتدابات، وما بذلوش أي مجهود إنهم يشرحوا للمصريين إنهم في مصر على المذهب الأشعري. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي، ليه لازم تعرف مذهبك كمسلم؟ بيغزوا مصر بقى ويحاولوا يقدموا السلفية كأنها المذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، وإنه المسلم وإحنا أصحنا سنة فلازم يبقى سلفيين. هذا أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة. لازم تعرف
حقيقة مذهبك أنت. المصريين عمرهم ما كانوا سلفيين، وأدعو من الله لله عز وجل يعني دعاء حارا خالصا مخلصا أنه ألا تكون مصر أبدا سلفية. الأجيال اللي تربت خلال 40 سنة ولا 50 سنة اللي فاتوا بيمارسوا السلفية وبيفهموها وبيتعاملوا بيها ويمشوا ورا فتاويها وهم مش عارفين مذهبهم هم إيه أصلا كمصريين، وأنه المذهب السلفي ده مخاصم إن لم يكن عدو للمذهب الأشعري، بل بيكفر بعضهم بعض غلاة السلفيين، بيكفروا الأشاعرة المصريين يعني، وبيكفروا الأزهر الأشعري وبعضهم الرقيق الحاني. أهم حاجة قالها إبراهيم عيسى إن المذهب السلفي عايز يغزو مصر، وإن المصريين عمرهم ما كانوا سلفيين، وإنه خايف ويتمنى إن مصر ما تكونش سلفية، وبيقول للمصريين إن المذهب السلفي مخاصم بل عدو المذهب الأشعري، بل إن السلفيين بيكفروا الأشاعرة. يعني أنت كأشعري مش مسلم في نظر السلفي. وتابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف كيف السلفيين والأشاعرة يكفرون بعضهم البعض، وألتقيكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقلك، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوه.